يعطيكم ألف عافية أحمد وعلي، أهلا وسهلا أعزائي الكرام. إنها اللحظة المنتظرة، إنه النهائي العظيم، نهائي كينج أوف فايتر. لاعب واحد فقط راح يتأهل لنهايات اس ان كي، البطولة للعالمية في سنة 2023 كلها راح تنتهي، والتاريخ هذا راح يخلد في هذه اللحظة فقط. لاعب واحد توب 2 ما بين الأساطير، واحد من لور براكت شق طريقة إلى الأعلى، وواحد استمر في سلسلة انتصارات متوالية إلى هذه اللحظة. أعزائي الكرام، عشان ما نطول عليكم، خلونا نتعرف ونرحب باللعيبة معنا في النهائي الكبير. رحبوا معي أعزائي الكرام بكامي جونز وإتش إس إن. الكل له انجازاته، الكل له طريقه، والكل شق طريقه وعانى وكذلك وعقب المصاعب اللي كان موجوده معنا في البطوله هذه الى هذه اللحظه. اعزائي الكرام، نهائي الكبير والنهائي المنتظر، الكل ينتظر هذه اللحظه. وعشان ما نطول لكم نقطه الحماس، خلونا نروح عند معلقي الاساطير احمد وعلي عشان نبتدي في النهائي العظيم. شكرا نورمال، وحان وقت الجراند فاينل، ومنو راح يمثلنا في بطوله الاس ان كي وورد فاينل للعبة كينج اوف فايتر 15؟ هل راح يكون كامي جونز ولا راح يكون اتش اس ان الرن باك المنتظر؟ ومثل ما توقعنا ابو حميد، الاثنين هم اللي كان لهم الكلام الكبير، النصيب الكبير في وصولهم للجراند فاينلز، وهم حقيقة استحقوا هذا الشيء بالأداء، باللحظات الصعبة الكثيرة اللي هم قدروا انهم يطلعون منها خلال كل الست اللي لعبوها. كامي جونز ب الفوز اللي كان لها لجسن، جسن لما بدأ يبين أنه ممكن تكون في صعوبات مع بسر وولف وقدر أن يتغلب عليها، راح ضد عمران شامب كذلك قدر أنه يقفل عليه كل الطرق. فهم الآن يعني راح تكون بينهم بين خبرة كامي جونز وبين جسن بأدائه الشجاع كلاعب صغير داخل على الساحة، لكن فعلا أظهر أنه يعني قدر أنه يدخل على هذه الساحة القوية جدا ويثبت نفسه انه هو يعني مساوي لاي احد موجود فيها. صحيح، اتفق وياك، خصوصا مثل ما قلنا يعني لعبه كينج اوف فايتر تعتبر لعبه ليجاسي، يعني لو اللي عنده خبرات سابقه اجزاء، خصوصا يعني اللي عندهم خبرات في 98 14 13، الخبرات هذه كلها تتراكم في اجزاء كينج اوف فايتر. لكن واحد صغير نفس اتش اس ان يدخل يخترق الساحه بهالطريقه هذه، عمليه ما هي سهله ابدا. والحين اعتقد احنا راح نكون مستعدين لمشاهده جراند فاينلز عظيم، وعندنا مثل ما شفنا من صوب كامي جونز كوكوري بوينت تشيزورو دالاس، ومن صوب اتش اس ان راح يكون بيني مارو شيرمي ايوري انكر هالمره يا ابو حميد. زي ما سوى في المره السابقه، تذكروا اتش اس ان يحتاج يفوز 6 مباريات على كامي جونز عشان ياخذ هو البطوله، وبادي مره ثانيه زي ما سوى كثير في الست الاول ضد كوكري بهجوم ضاغط، لكن الحين يقضي في الجمب كامي جونز. لكن كامي جونز ما يكمل الكومبو، ما كان يمكن منتبه للميتر. عادل المره السانترابس حاضره، لا تتحرك لاني راح احذف عليك السانتراب. لكن اجين الشريوكن حاضره من صوب اتش اس ان، الباك اند فورث مو طبيعي بين الاثنين، لاي لحظه ما تقدر تتوقع من الفايز. صادم قدام المره هذه اتش اس ان، وصادم الحين مره ثانيه ويكمل عليه ويخلص على كوكري في راوند نسبيا مرتاح، لين ما انصاد بالاكس سانتراب كان نسبيا ماشي بخطى جدا ثابته. لكن انت تشوف ان اتش اس ان حاليا ما عنده موارد، بمعنى انه يضطر الحين انه يلعب ديفنسف اكثر، الجوله الدفاعيه راح تكون اقل، ويسوي لك كومبليت شت داون، ما تقدر تستخدم السوبر، ما تقدر تسوي شوريوكن، فبالتالي راح تموت من داون بي. وهذا هو كامي جونز لما يكون مركز ويستخدم هذا السوبر الاستخدام السليم، يقدر انه يحطك مواقف ما تقدر تطلع منها. شوف الحين كامي جونز يبدا الضغط مره ثانيه زي ما عهدنا عليه بتشيزورو. الحين لحظات عصيبه، يحاول ستري هيلز مني هناك، لكن تشيزورو صعب التعامل. مثل ما قلنا تشيزورو قاعد تشيل اقل شيء شخصيه ونص، مره شالته هي. هذه هذا الموقف من مره وثانيه مره خامسه
كل ما يتوقع اتش اس ان انه يقدر يضرب من الزاويه دي اكس جاهزه تصطاده كومبو 40%. طبيعي طريقه لعبه بجزر، وشفت شلون لما اجبر شاتر سترايك تطلع بطريقه خاطئه من اتش اس ان ومن بعيد عاقبه باستخدام الشادو اكس. مو طبيعي طريقه لعب كامي جونز مع اتش زيرو، فعلا شخصيه بطولات، فعلا يبي له واحد متمكن منه. وشوف الحين ايور يعني صعوبه حتى انه يقرب، الحين قدر انه يطارد الرول وعلى طول يروح الكومبو بيشيل اقل شيء 50%. كافي يسوي كلوجر حاليا الثواني ال 44 بقربنا نوصل ل 42 بالبيت. البيت يا ابو علو الحين يسكر عليه كل الاوبشنز حقته، ايش تقدر تسوي على الويك اب؟ اوه هذه بس خلاص هي الشفره، هي المورس كود بالنسبه لكامي جونز. إذا تقدر تحل وتفتش شفرة كامي جونز بالنسبة لجزيرو، أنت راح تقطع شوط كبير بالفوز عليه. أذروايز ما راح تفوز. وهو يستخدم بعض الأشياء كعلاج الأشياء هو يعرف أن اللاعبين يحبوا يسوونها. أوه شوناي! شوناي! شوناي دخل الساحة. وأيضاً عندنا باقي شخصيات أيوري وبينيمارو. ها بس للحين ما سوى لوك على بينيمارو. ولسه ما ثبت، لكن فعلاً يعني شكله لسه قاعد يفكر بالقرار. كنت اقول عن كامي جونز انه هو يرمي مثلا الكلون بجزر اللي نط من فوق البروجكتايز الارضيه، يستخدمها كثير من المسافات اللاعبين يوري يحبوا يرموا فيها الفاير بول. نفس الشيء طبعا ليكس لونشر اللي يسويها كل ما يتوقع انك بتنط من الزاويه، صادها بنسبه 100% للحين في الست مرتين، حاول عشان ينط من الزاويه ونصاد فيها. فهل هو الحين بشوني عنده شيء قاعد يفكر فيه من ناحيه ثبت لحظه بعد هل بيطقها بعد طقه؟ انطر 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 معقوله؟ شوناي بيثبت شوناي بس وين راح يلعب؟ شوناي راح ينزل راح يكون انكر ولا سكند؟ مستحيل بوينت انكر او سكند، بس هذه خياراتك. ما تدري يعني هو ايش اللي قاعد يفكر فيه الان من تنزيل الشخصيه هذه؟ شخصيه خلنا نقول ان هبوطها في كي او 15 صراحه ضعيفه جدا للحين، شخصيه ما قدرت تظهر بيد اي احد فعلا كشخصيه قويه. فهل هو اللي يقدر يغير السيناريو؟ حطه سكند سكند. اوكي اوكي اوكي. فبينيمارو معناته هو يبي يسوي خلينا نقول يبي يشحن ميتر مع بينيمارو، وشوناي وظيفته انه يحرق الميتر ويكون عنده ريفرسز جيده، لكن راح يعتمد بشكل جدا كبير على الكونفرجنات اللي مع الداون بي، هل يقدر يلبسها ولا لا؟ مشكلته انه ما هو قادر يسوي شت داون على الجزيره. الحين شوف تغيير الجمب بارك كان على طول الشوريوكن ما في اي احترام، لكن الجمب جدا عالي فقدر المسكه الدفاعيه يجيبها كامي جونز. لحظات عصيبة هنا في بداية الجيم الثاني، اتش اس ان يحاول انه يستعيد ثبات اعصابه، يحاول انه يرجع لزمام الامور هنا. ايد فيه ولا اروع، تعبت على اخر ضربة. شوف الحين الهيلث متقارب صار بين الاثنين، ويحاول الحين باستخدام الجامبينج بي انه يستعيد فيها كامي جونز، لكن التان تراب بي اكس هالمرة يسويها بطريقة جدا فعالة على اتش اس ان. يحاول يلعب يتخطى البروجكتايلز، لكن العملية ما هي سهلة. الحين ونرجع زي ما كنا، مره كوكري مره بينيمارو، وهالمره في صالح كوكري كامي جونز. توقيت جدا صعب الحين، شوني هو اللي بيحتاج يفك الشفره ويحاول يتغلب على كوكري. شوني هل هو عنده كلمه السر ولا لا؟ معنا صراحه يعني ما اتوقع للامانه الحين عنده مشكله. كوكري ما هو قادر انه يتخطاه. حلو الجارد كانسل رول في البلاو وينك على طول يقدر يكمل الكومبو، يحط الحين هارد نوك داون في الزاويه. سواه اتوقع انه كان يبغى يسوي شيء للجهه الثانيه، يسوي نكل للجهه الثانيه عشان يطارده. انا متاكد ان هذه كانت شوريوكن ما طلعت معه الحين. ايوه هذه هي تحت بي تحت اي قدام بي، من الاشياء جدا مفيده عند شونيل انها تخلي عنده الكونفرجن ريت جدا كبير، وهذا يمكن قاعد يعتمد عليه هنا. الحين تبين الصراحه الخيار، صحة الخيار هذا بالنسبة لاتش اس ان. اوكي هل ممكن الحين ماكسيموم دمج بالنسبة له؟ هارد نوك داون بيقدر يدف للزاوية، لا حاول يروح للكروس اب وعلى طول يطارد الرول، لكن ما يقدر يسوي له بانش. لاوينج على طول يقدر انه يرجع فيها عشان يحافظ على مسافته، ما يغامر بزيادة. هل يحاول يستغل ان كامي جونز يمكن ما يعرف الشخصية هذه ايش تسوي؟ توير تشالنج كاونتر سي دي ممتازة، كان ممكن يسوي كونفيرت لكن قرر انه يركض يبي يلعب وياه على جراوند جيم افضل. حاول يسوي له مثل، اتوقع ان كامي جونز بيرجع ورا، لكن كامي جونز للامام وما كان عنده ميتر انه يكتب السوبر، والاوفر هيد يصيده. كان مجهود طيب من شوني عشان يعطيه حقه، لكن تشيزورو تبقى على قيد الحياه. تبقى تشيزورو، وحاليا تشيزورو راح تاذي ايوري الا اذا ايوري
بلمسه صحيحه كومبو صحيح يقدر ينهي على كامي جونز باسرع وقت ممكن. مره ثانيه الرد على الفاير بول مره ورا مره يقدر انه يستخدمها كامي جونز استخدام جدا مثالي. جدا صعبه حاليا على جسد جيزورو قاعد يسوي كلون لكن ما كمل ما كمل لجسد لما جات له فرصه ذهبيه انه يقلب الموازين ما هو قادر يلاقي كلينت. اوكي راح يطلع نقلين لبثري والله هي تسوي حوالي 480 فبتبقي لا بقت له شيء اقل 440 صح هالمره ايضا ما بيسوي سيف صراحه للكوماند جراب غامر بشكل كبير واجسن على بعد مباراه واحده من اعطاء البطوله الى كامي جونز. هل باقي معاه شيء؟ هو جرب شوني هل اقتنع اوردر سلكت بس الفكره هنا كامي جونز يقدر يغير الاوردر بس هو امانه ما ورانا اي سبب انه يحتاج يغير الاوردر. يوري سكند ما في لها طريقه. ايوه سكند يوري سكند شوني ورا شوني انكر بس يمكن يعني ما في لها شيء ما اقول بريمارو ما راح يلعب باي بوزيشن غير بوينت هذه حقيقه. والله خلينا نشوف هذا هو جيسن قاعد يفكر والان بما انه حط الاوردر سيلكت فهو الان مثبت انه كل اماله على هذا الفريق انه هو لازم يحاول يرجع فيه واذا فاز فيه لازم خلاص يستمر فيه انه يكمل الريست حق جراند فاينل كله. الحين مستوعب لازم يفوز ثلاث مباريات ورا بعض بوجو شوني على كامي جونز حط انكر وحط يوري قدام يوري بوينت من مارو سكند اوكي غريبة اوكي غريبة خصوصا ان اداء بنيمارو ضد كوكري الى الان اوكي يعني 50-50 بس قادر يفوز عليه فالان ايش الفكرة من انه يحط يوري قدام نشوف اذا جسن قدر يوريها ممكن يضر لها ان هذا اللي يبغى يدور عليه هل يقدر جسن هنا انه يوقف صعود كامي جونز منصة التتويج مشكلة هل ايوري قادر انه يلعب مع كوكوري انا ما اعتقد صراحه ما شفت زين حق ايوري وين الصد راح له من اليمين ما كان متوقعها انا ما اتوقع ايوري بوينت انه خيار ممتاز مع كوكوري لان ايوري يحتاج ميتر ايوري اللعب بطريقته يعني ما عنده الموبيليتي الكافيه انه يقدر يتصرف فيها مع كوكوري وشفنا الحين امامنا شلون قدر يستغل هالعمليه بشكل جدا كبير كامي جونز وشكله حاليا مرتاح لان الحين راح يباري فول هيلث شخصيه ثانيه اللي هو بنيمارو خطا اكسكيوشن كبير من جسن سوى الشريوكن في موقف جدا غريب بالكونفرجن من الجمبين وهذه فرصه للحين لازم رايزنج شوت على طول لازم يبدا يحاول يحط لنفسه بصمه على هذه المباراه لان بدايتها الى الان ما تبشر ابدا مره ثانيه وهذا المطلوب الحين لازم يكمل على كوكري يحاول انه ياخذ الجوله هذه اوكي هذا اللي كان يحتاج 45 ثانيه هالمره هذه اهم 45 ثانيه قدر يحصل فيها هيلف كبير لكن هالمره راح يدخل على الجزر الوضعيه على طول الحين هل اي عندنا سبيش ميوزك ريميكس من تيم جزر الكلاسيكي فالحين نشوف على طول هل كيف يقدر يتعامل مع البشر لسه الى الان بنيمارو ما ورى انه يقدر يحكر على جيزرو هذا الماتش اب اللي اتشسن نظريا كان يبحث عنه اوكي برجا ما جاء برجا كان رهيب صراحه لكن برا الرينج دي اكس لكن الحين الى الان ما شفنا اي حل لبنيمارو على جيزرو شوف استخدامه ضد البروجكتايلز الصراحه كامي جونز دائما قادر يرد عليها كل ما اتشسن يحس انه يقدر يرمي البروجكتايل والله استخدم ميتر بيعيش الى الان حلوله صعبه ما عنده حلول سويب نواجه هذه فرصه الحين شوي البريشر بنيمارو شوي قادر هل يقدر يخلص لكن ما عنده ميتر كان ممكن اي اكس يايدو كيكي يقدر يخلص فيه البروجكتايل مره ثانيه نفس السيناريو يتكرر ديجافو على جسن وكله ماله على شوني بس مو زين شوف طاقه جزيرو اذا قدر يفوز عليها ويدخل فل هيلث على دولارس الامور نوعا ما مقبوله لكن هذا كونفرجن كبير الحين من كامي جونز كان على وشك انه يعبي الميتر للسيل سوبر هذه فرصه الحين لازم يستغلها ما بيستخدم السوبر يمكن تتحسن في اجس ان جزيرو مو من الشخصيات اللي تخليها جسن لازم ينتبه لما ينط من الزاويه انه ما ينصاد مره ثانيه بلاوين كان بيحاول يوخر عنها عشان يعاقبها ما كان في قدام بي الامور صعبه جسن صعب على نفسه كثير وضيع الفرصه انه يفوز على 42 ثانيه لكن وضع الميترات مو بسيء ابدا الحين ضد دولوريس ممكن لسه فيها انت تحتاج فول هيلث انت الحين خسران اوريدي 30% من الهيلث 50% من اول حركه الموضوع جدا صعب حاليا على جسد وما اعتقد انه يقدر يرجع فيها الا بمعجزه لكن الكونفرجن كان ما انتبه انه هي على الارض وفرصه الحين كامي جونز اذا عبى الميتر ما
ما بيلحق. هذه هي جي جي كامي جونز يفوز بالتأهل لبطولة اس ان كي العالمية. ألف 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 مبروك لكامي جونز، أداء رهيب، نتائج رهيبة، ويسجد شكر للرب للرحمن، وبالتالي يتأهل معانا لأس ان كي فاينلز اللعبة كينج اوف فايتر 15. هارلك اتش اس ان، لكن استخدمت ضد أفضل لاعب في باكستان. لما تتكلم فعلا عن هذا اللقب وتحس انه ما جاء من فراغ، طالع لعب كامي جونز خصوصا المباراه الاولى لما راحت بينهم باك اند فورث، واتش اس ان كان ممكن ياخذ جيم، ممكن ياخذ جيمين، ممكن حتى يفوز الست. شوف الحين 3-0 في جراند فاينلز، ما اعطاه فرصه انه يفكر.